عن بعض نسخة مطابقة واحد تخصص عدل ومرافق والتاني بلطجة وخف وسرقة واحد مقطع البطاقة شكله شرب محيط جراء عايز ايه يالا؟ انا مش فاضيلك. عايز اريحك يا باشا عشان تعرف تفكر. اتكلم على طول هروح امك ولا اجيب الرجاله يرموك بره؟ لا وعلى ايه؟ ملوش لازمه يا باشا، ده انا كنت عايز مصلحتك، ده انا كنت هقريك مين اللي سرق المحل. بس سلام. استنى يالا، مين؟ اديني الامان يا باشا الاول عشان نعرف نتفاهم واللي اتسرق منك يرجع لك. امان انطق. انا اللي سرقت المحل يا باشا. ايه؟ هي هنا برجلك يا ابن يا ابن الايه يا باشا؟ يا ابن الايه ده انت مديني الامان. دول 90 مليون وكاميرا. 90 مليون جنيه وكاميرا يا باشا. عليها حاجات تخصك. انت بتقول ايه؟ شفت بقى يا باشا انك لازم تهدى وانا اللي لا مؤاخذه هريحك. ماشي. اسمعك. انا سرقت المحل يا باشا بس لحساب صفوت نصار. صفوت نصار؟ ايوه باشا، هو اللي مقرينا على الليله كلها ومديني خريطه بالمداخل والمخارج وكمان معرفني ازاي افصل الليزر. ليه يا باشا؟ عايز ينتقم منك، مش ناسيلك انك خطفت بنته. ده شريكي في المحل ب 30 مليون. ما عشان كده يا باشا عمرك ما كنت هتشك فيه. انت
طب انت جاي تقولي ليه؟ خنته ليه؟ عشان هو خاني يا باشا وعايز ياكل حقي وهددني بزياد الخولي. زياد الخولي؟ ايوه يا باشا، اللي كان متفق معاك على 10 مليون علشان يرجع لك اللي اتسرق، كان بيثبتك لمؤاخذة يا باشا، كان موالس مع صفوت نصار عليك وعارف كل حاجة، كانوا عايزين يخلصوا عليك يا باشا بعد ما تبقى على الحديدة، تبقى مذلول ليهم. انت كذاب. انا مش كذاب يا باشا، انت لمؤاخذة اتضحك عليك وانا هثبت لك. انا عندي الليلة دي ميعاد مع صفوت نصار قبل 12 بالليل عشان اديله الكاميرا. انت الكاميرا معاك؟ اه يا باشا، خليتها بقى معايا علشان اضمن ان هم ما خلصوش عليا. انا هتصل بيه وهخليك تسمع بودانك. مش ده رقم صفوت؟ هو الو صفوت باشا؟ ايوه باشا، انا معايا الكاميرا وجاهز. فين يا باشا؟ بتقول يا باشا؟ تمام، قبل الميعاد هتلاقيني عندك. سلام يا باشا. مرة دي بموتك يا صفوت يا نصار. تبقى انت كده يا باشا بقى عملت الصح. فلوسي التسعين مليون هيرجعوا لي ازاي؟ انا باشا اللي هرجعهم لك من زياد الخولي، بس بعد ما اسلمه لك بايدي. انت بقى هتستفيد ايه؟ يا باشا ما انت هتديني العشرة مليون اللي كنت هتديهم لزياد، زائد بقى انك هتخلصني منه ومن صفوت نصار، وكده يا باشا بقى يبقى انت رجعت لك فلوسك وانا خدت حقي. حقك؟ مش ادراك بقى ان انا ما خلصتش عليك دلوقتي. مش هتقدر يا باشا، عشان الكاميرا مع واحد حبيبي، لو حصل لي حاجه هيروح يسلمها للبوليس ويقول لهم على كل حاجه. باشا صدقني اسمع كلامي، فلوسك زي ما انا سرقتها انا برضو اللي هرجعها لك. انا بس عايزك يا باشا دلوقتي بقى تهدى عشان تعرف تفكر ازاي هتخلص على صفوة نصار الاول قبل ما هو يخلص عليك يا باشا. والله يا صفاتين احنا بنتهدد. عاجبك الكلام ده يا عم عزوز؟ الله يخرب بيت عمك عزوز على اللي جابه. عمك عزوز انا عازبك واخش انام، انا مش ناقص صداع. تنام ايه يا صلاح عزوز؟ طب والمعلم زلعوكه نسيبه يروح قدر كده في الحلبه؟ يا عم ما يروح في الحلبه ولا في السحلب ولا في اي مشروب يعجبه ولا يروح في 60 دقيقه حتى، انا مالي يا اخي. يا عم عزوز هو كل واحد هيدخن شكمانه في وشنا؟ على كل حال احنا نعرف نجيب له حقه. بس بس انا الحل هنا ومجهزه، بس بقى ممكن كلنا كده نخرس عشان اعرف اتكلم؟ اتكلم وارغي. اول حاجه علشان نبقى كلنا كده في السليم، نخلي عم عزوز يعمل محضر سقع كده، ها، ويتهم فيه درغام ورجالته ان هم اللي خطفوا المعلم زي العكه. والمحضر ده بقى ايه لازمته؟ احكي لك. جهله بالقانون زي جوزك. المحضر ده يا هانم هو اللي هيحفظ لنا حقنا علشان لما نهجم على مخبأ درغام بعد الفجر ونظبطهم متلبسين بخطف. اشمعنى بقى الهجوم بعد الفجر؟ علشان نصلي الفجر الاول، ثانيا بقى اكيد هم ساعتها يعني هيبقوا نايمين. طب ولما نظبطهم نايمين ايه؟ نصحيهم ونجرجرهم بقى على الاسم مقريفين. بس قبل ما نجرجرهم على الاسم نربطهم كده ونلف بيهم الجزيره كلها علشان يبقوا عبره لمن لا يعتبر. اسمعوا بقى الخطه. الو صفوت باشا؟ معلش يا باشا اتاخرت عليك. لا زياد الخولي بيراقبني وبيهددني، ورجالة عنتر ورايا في كل حتة. اه يا باشا شكله اكتشف.
في ايه يا اسماء؟ اللي زرعته يا صفوت انت بتحصده النهارده. زي ما جيتني بيت اهلي زمان عشان خاطر تاخدني رغم ان ابويا كان رافضك عشان عرفك على حقيقتك. النهارده بنفس السيناريو بس مع بنتك. يا خوفي يا بنتي تعمل زيي وتمشي ورا قلبها وتسيبنا وتمشي. بتخرفي وبتقولي ايه؟ بقول اللي انا شايفاه. الزمن ما نسيش اللي انا عملته. بيحاسبني في بنتي. زي ما سبت بيت امي وابويا وسبت دنيتي بحالها ومشيت ورا انسان بيمشي غلط وبيكابر وبيعاند. بنتك برضه وقعت في واحد من نفس عينتك. انا مش دايما هقدر امسك اعصابي واسمع منك الكلام ده. ما تسمعوش. خلاص. برد على قلة بنتك اللي من ساعة ما جت عمالة تسألها لي. اقف كده قدامها وحط عينك في عينها وشوف ان كنت هتعرف تكذب عليها زي ما كذبت عليا ولا لا. عشان ارسيك بقى على اللي هنعمله مع زياد الخولي. يا اخي انت ما بتحسش. ما كفايه لعبه بقى يا بيشو. اتقل يا ترك. ده احنا في اخر ربع ساعه من الماتش ولازم نكسب. والا كل اللي عملناه هيروح على فشوش. المره دي لو خسرنا مش هيصرخوا وشينا وبس. دول هي. على ايه؟ نكمل الماتش. شوف اخرتها معاك يا ميشو. ولا قبل ما قالوا الا يسخطوا كانت. هو ده الكلام. اسمع بقى يا قرد. نهار طلع يا فاطين. ايه هتفضل رايح جاي كده ومش هتدخل تريح شويه؟ مش هريح يا قطر. وريحي انت بقى كده شويه وانزلي من على نفوخي علشان انا دماغي مشغوله ومش فاضيلك. مشغوله بايه ان شاء الله؟ ايه خلاص مش قادره على بعدها؟ بعاد مين يا قطر ما تلايميها بقى؟ لا اله الا الله. طب افهمها ازاي بقى دي؟ فعلا ناقصات عقل ودين. طالما ناقصات عقل ودين خد بقى العيل ده عشان انا نازله من بكره الشغل. اتعود بقى. هاتي قطر هاتي. ايه بتهدديني؟ فاكراني مش هقدر اشيل سنهوري ابني؟ هيهات. ده انا سنهوري ده احطه جوه عيوني. ده انا اخدمه برموش عينيا.
تعالي يا ماما شوف ابنك اللي ما نامش من امبارح وسايبني مرميه لوحدي في الاوضه. ايوه مثلي مثلي قطر وبرضه مش هريح يا قطر يا بنت شهر. ايه ده عاجبك كده؟ او سنهوري عملها عليا اهو. احسن. يعني انت قطر كنت عارفه ان هو هيعملها عليا؟ اه كنت عارفه يا فطين. ماشي يا قطر، اما فرقتك اما حرمتك من الراحه يا قطر، ما بقاش انا فطين. مالك بس يا فاطين يا ابني، متعصب على الصبح ليه؟ يا امي القوه السريه بتاعتي في مهمه من الفجر لاسترجاع المعلم زي العكه المخطوف، ومحدش منهم ظهر لحد دلوقتي. هو انت كل ما هتتزنى هتجيب لنا سيره الخطف؟ بقول لك ايه يا قطر، اسكتي بقى خالص لخرشمك. قوه ايه وسريه ايه يا فاطين يا ابني؟ بعدين يا امي بعدين بقى، انا قلقان دلوقتي. معلش معلش، اقعد هنا يا سنهور، اقعد يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا استاذ فطين. صباح الجمال عم زي العكر. الله اكبر الله اكبر. تعالى تعالى زغرات ياما، المهمه نجحت. مهمه ايه يا ابني اللي نجحت؟ مش المعلم زي العكه كان مخطوف من درغام ورجالته ياما، والقوه السريه بتاعتي قدرت ان هم يحرروه. احكي لي بقى عم زي العكه، احكي لي انقذوك ازاي من ايديهم؟ هم مين اللي انقذوني؟ انا ما كنتش مخطوف يا استاذ فطين. ايه ما كنتش مخطوف؟ امال انت كنت فين ده كله؟ الله يكسفك. وما كنتش ليه بترد على الموبايل؟ ما هو ده اللي انا كنت جاي لك علشانه، اخبار على السخ ما تستناش. ايه هي الاخبار؟ قول. من خلال مراقبه الدرغام عرفت انه مسافر يقابل خواجه عشان بضاعه. كنت حاسس بده. فكرت انا بقى، ربنا يستر، قلت ما بديهاش، طلعت وراه بالعربيه لحد شرم الشيخ، وفجأة حصل اشتباكات. الموبايل فصل شح عشان كده معرفتش اتصل بيك، بس عرفت كل حاجة ولسه واصل حالي. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير يا حمي. حاولت مع الباشا من امبارح اوصل لعنتر الباشا، بس للأسف معرفتش. يبقى نحن لازم نخلص منهم بدري. حدد معاد مع زياد الخولي كمان ساعة في الفيلا القديمة. تحت أمر سعادتك يا باشا. حاضر. دادي. دادي كنت عايزة أتكلم مع حضرتك شوية، ممكن؟ وأنا برضو يا روح بابي عايزة أتكلم معاكي، بس ممكن لما أرجع؟ أوكي دادي. حمي تحت أمر سعادتك. أغير هدومي وأجي لك. اتفضل يا باشا، اتفضل. عليك. زياد الخولي يا باشا من أمن الدولة، وكنت بدافع عن نفسي ومتصاب. حاضر حاضر حاضر، خلاص يا ستي. هو ايه الزن ده؟ جاي اهو باي. مش ممكن يا رب والنبي يا رب تتوب عليا من المستشفى دي بقى، خلاص اللي زهقت يا رب. زهقت زهقت يا ساتر. ازيك يا مجنونة يا ام مخ طائر؟ انت فين بقالك يومين كده سايبني؟ ان شاء الله من ساعة ما ست والدتك كان هنا ومحدش شاف وشك. كنت بخلص حساباتي مع الدنيا اللي مغلباني علشان
اروق بقى للدنيا اللي انا عايزها. عايزها بجد؟ انت عارفه يا دنيا انت مالكيش غيري وانا ماليش غيرك. خلاص طالما كده يبقى تسيبك من السكه اللي انت ماشي فيها دي خالص وترجع تعيش مع الست غاليه والدتك. ماشي. طب احلف. وحياتك عندي ان شاء الله يدهسنا قطر. بعد الشر ان شاء الله تقطع حتت. بس بقى انت عارف انا لو عندي ام زي الست غاليه دي كنت سبت الدنيا دي كلها عشان خاطرها. وحشتيني. اول مره تقولها. خلاص مش هقولها تاني. لا 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 استنى انت كمان وحشتني قوي. اول ما عم فتحي ان شاء الله ما يوصل بالسلامه هنتجوز على طول. انا هنا يا استاذ. ايه ده انت هنا من امتى؟ وحشتيني. طب وانت لابسه كده ليه ورايحه فين؟ رايحه ازور جده في المستشفى انا ودودو. طيب بروحوا بقى وانا هاجي ازوره معاكم بعدين. طيب ما تتاخرش علشان نروح نشتري فستان العيد. عيد؟ عيد ايه؟ ياه ده انت مش هنا خالص، العيد الكبير قرب. كل سنه وانت طيب. يا خبر ابيض ولا كان في دماغي. مش يلا بقى يا دودو يلا يلا يلا. طيب يا ميشو هتيجي؟ جاي عشان اجيب فستان العيد دي نور واجيب لك فستان الفرح. بقولك يا بويا ايه؟ عملت ايه مع العصابه الشريره؟ لا ما خلاص ما بقاش في عصابه. لا فكرت يعني انت هتسيبك. لا 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 لسه بس فاضل حته صغيره. ايه لما اجي لك انت ودنيا بس بقى بطلي راغي لما اجي لك ابقى احكي لك عليها. يلا بقى عشان ما تتاخروش. طيب ماشي يلا يلا. بايا عمر. بايا مجنونه. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم. هو مش مودي جدو على فين؟ مودي حبيبتي على المكان اللي هنروحه كلنا إن شاء الله بس بعد عمر طويل. طب وهو ليه ما خدنيش معاه؟ بعد الشر عليك عشان الأطفال الكتاكيت الحلوين اللي زيك ما ينفعش يخشوا جوه. طب ليه؟ عشان ما غير ليه هو كده وخلاص. طب هو انت اطفال ايه؟
قصدي يعني انت ليه ما روحتش مع ميشو؟ اروح فين جوه؟ لا اصل انا كفوزي لو دخلت جوه بقى روحي هتروح وقلبي هيتقبض، وبعدين انا قلت افضل معاك انت هنا احسن. طب ليه؟ عشان انت ايه حكايتك كل شويه ليه 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 ليه؟ ده انت طلعت لمده قوي. اوف كله تمام. روحت جدو؟ خلاص روحت. اطلع تركي. اطلع على فين بقى؟ ابوس ايدك، ده عندي كام مشوار ولسه في كوافير وموزز عايز الحق. خلاص خلاص نزلني على اول الشارع واعمل مشاويرك وبعدين ابعد عليك. سؤال بيطرح نفسه، هو انت هتبقى انت لو اخدوك من حياتك ورموك في اقل حتة؟ وساعتها لما تغلط الغلطة تبقى غلطة، ولا انت حقيقي مجبر مظلوم والتهمة ثابتة يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقايق يا راكب بسكليتة تبقى انت.